أسعدتم صباحا مشاهدينا، ويتجدد التحدي اليوم في مجال البيئة وتحديات التربية الأيكولوجية، وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. من المقاصد الكبرى للتربية الأيكولوجية تدليل الطريق أمام الأجيال الصاعدة لاكتساب المهارات الضرورية ولفهم العلاقات التي تربط الإنسان بالبيئة الطبيعية، ومن ثم التشبع بقيم تقدير تلك العلاقات الحيوية حق قدرها. وتتخطى التربية البيئية حدود التدريس وتلقين المعلومات إلى التكوين الذي يتيح القدرة على اتخاذ القرارات ووضع قوانين تضبط السلوك الذي ينبغي على الإنسان أن يلتزمه في تعامله مع البيئة وحمايتها. فكيف تصبح التربية الأيكولوجية ضمانة للتربية ترسيخ القيم المجتمعية والحفاظ على التوازنات البيئية؟ إمكانية الرد على هذا التحدي نستضيف لها الأستاذ عبد العالي الطاهري، إعلامي وخبير في البيئة والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية. صباح الخير أستاذ عبد العالي. صباح النور وشكرا على الاستضافة. مرحبا، نورتني. كما يسعدني أن أرحب معنا بالسيدة لبابة الخرازة العالمي، عضوة الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وعضوة جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب. صباح النور ومرحبا بك معنا سيدة لبابة. خير على المغرب. مرحبا، نورتيني. شكرا على قبول دعوة برنامج مجتمع التحدي. أبدأ معكم أستاذ الطاهري. أكيد سنتساءل جميعا، كيف هو واقع التربية البيئية بالمغرب؟ ما هو التوصيف الدقيق الرهني للتربية البيئية اليوم؟ أولا كبير الشكر وعظيم الامتنان للمؤسسة الإعلامية المهنية الرائدة ميديا تي في على إثارتها دائما المواضيع ذات الرهينية والاستعجالية الكبرى على المستوى المجتمعي. في هذا السياق وجبت الإشارة أولا إلى تعريف معنى التربية البيئية أو التربية الإيكولوجية، وهنا سوف نعتمد كمرجع على التعريف الصادر عن منظمة يونسكو، وبالضبط إعلان تبيليسي سنة 1978 الذي عرف التربية البيئية على أنها عملية تهدف إلى خلق معرفة لدى عموم الناس بمختلف شرائحهم المجتمعية وتوجهاتهم العلمية والفكرية، وذلك بغية زيادة وعيهم بالمجالات الإيكولوجية وكذا التحديات المرتبطة بها. هاد البيئية والإيكولوجية تستهدف بالأساس صغار السن أو الفئات العمرية الصغرى على اعتبارها الأمل المستقبلي لرفع المشعل دفاع عن التحديات البيئية. تمام. وليس جعل هاد الصراعات التي تعيشها المنظومة البيئية الكونية مجرد طرف فكري أو نقاش صالونات، ولكن الإيمان وترسيخ الإيمان لدى هذه الأجيال المستقبلية على أن كل ما هو بيئي كل ما هو إيكولوجي يعتبر الرهان الأكبر للإنسانية. قبل ما ننتقل، عفوا على المقاطعة أستاذ عبد العالي، قبل ما ننتقل أستاذ لبابة، غير أطلقتم في المجموعة ديالكم أستاذ عبد العالي برنامجا ذو حمولة ومرجعية بيئية بامتياز تحت عنوان التربية الأيكولوجية تنشئ البيئية برؤية جيل المستقبل. ما هي أهم محاور وأهداف هذه أو هذا البرنامج؟ هذا البرنامج الذي يعتبر ليس فقط برنامجا ذو بعد وطني، ولكن ذو بعد افريقي عربي ذو. نعم. وتجد هذا البعد في تنظيم مجموعه من الانشطه والتظاهرات، خاصه دورات تكوينيه وندوه افريقيه عربيه حول التربيه الايكولوجيه. ومن اهم محاور هذا البرنامج المعتمد هو عقد اتفاقيات مع الاكاديميات التعليميه ومديريات التعليم والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة في إطار تنظيم دورة تكوينية لفئة التلاميذ والتلميذات من تلاميذ أسلاك الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذا الإعداد مستقبلا إن شاء الله في القريب العاجل لمنتدى الطفولة البيئية الذي نعد له وبقية آخر الترتيبات إن شاء الله لإطلاق هذا المشروع. وكل ذلك
بهدف ترسيخ ووعي وثقافة بيئية قادرة على تكوين أجيال مستقبلية واعية بقيمة البيئة وأهمية البيئة وتوازناتها. طيب هذا تحدي كبير أستاذ عبد العالي، أتمنى أن ربما نكون قد هاد يعني بقدر هذا التحدي المستقبلي ومن ثم ترسيخ هذه القيم المجتمعية لدى النشء مستقبلا. أستاذ لبابة، من خلال يعني ممارستك الميدانية، ما هي أهم الإكرهات التي تعرفها التربية الأيكولوجية أو البيئية؟ بالنسبة للإكراهات التي تعرفها التربية الأيكولوجية هي أن الاستمرار أو المبادرة مع الناشئة أو سواء كان تلاميذ سواء كان طلبة، أن ما كاينش ديك الاستمرارية على التنشئة أو المزاولة ديال التوعية كمجتمع مدني على مدار يعني مجموعة من الدورات. يعني كيكون عندنا واحد الفترة اللي كنستغلو فيها الأسابيع اللي كنقومو بها مثلا على مستوى جميع مدارس علوم حياة الأرض، ستة الأسابيع تبدا في أول سنة بالأسبوع الأخضر اللي كنكون عندنا عملية تشجير طبعا على المؤسسة التعليمية بإشراك التلاميذ، يعني كنعرفو بالأهمية ديال الغاز وكذلك الحفاظ على الغابات، وكنوعي كذلك بالاثار ديال التغيرات المناخيه اللي عرفنا هذا تبع الحرائق، يعني كنعطيو واحد التوعيه شامله. كذلك الاسبوع اللي كنخدموا عليه في مارس هو اسبوع الماء، اللي كتكون كذلك توعيه للاطفال باهميه الماء. واللي غنذكر في الجانب هذا انه كاين صراحه واحد تطور كبير على مستوى ديال على مستوى ديال الدراسه اللي دابا حاليا كتركز كذلك في المواضيع ديالها، يعني القرارات التعليميه اللي كتركز على الاهميه المحافظه على البيئه في مجموعه من المواضيع، يعني سواء جميع المواضيع الفرنسيه العربيه كذلك العلوم اللي كتعطي الرساله من خلال الدرس. وغير اسبوع الماء يعني صراحه كيكون واحد التوعيه كبيره، كنشوف التلاميذ كيتجاوبوا معاك بواحد صوره كبيره كتصحح الرسائل، وديك الرسائل كتكون متاثره انه تصل للآباء تصل للمجتمعات، تكون كذلك زيارات ميدانية مثلا محطات ديال إعادة استعمال المياه العادمة لتقلية المساحة الخضراء. أمام أستاذة لبابة، أمام ما تفضلت بذكره الآن وهذه الأنشطة العديدة واللي أكيد عندها انعكاسات إيجابية على النشأ، لكن سؤالي كان ما هي الإكراهات التي تواجه التربية البيئية؟ هل هناك ثمة إجراءات يعني يعني دقيقة؟ الإكراهات التي تواجه صراحة الإكراهات يعني الاستمرارية ديال التوعية، وهذا ما كانش بوز على شي إكراهات كبيرة مثلا على الشراكة مع المؤسسات ولا هذا في الأنشطة التحديثية. نعم. وتقاسم المعلومات أو المعرفة الجديدة مع التلاميذ ومع الطلبة. تمام. يعني كنعرفوا ان المغرب وكذلك هو دائما مستعد كل ما يتعلق بالبيئه والتغيرات المناخيه. جيد استاذ الطاهري، وعطفا على ما تفضلت به الاستاذه لبابه، يعني جل الاتفاقيات الدوليه وتوصيات كثيره ديال المؤتمرات خاصه وتحديدا مؤتمر الامم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم بالسويد سنة 1972، أكدت يعني كل هذه التوصيات على أهمية كل من المدرسة، البيت، وسائل الإعلام، الجمعيات، الجامعات أيضا في تبني أنماط سلوكية تطور لدينا الإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة وأيضا حمايتها وتحسينها باستمرار. لكن الواقع اليوم يظهر لنا العكس تقريبا أستاذ طاهري. أولا يجب التأكيد على أنه لا التشريعات ولا القوانين ولا السنة القانونية لا يمكن أن تجبر الإنسان على احترام البيئة إلا إذا كان متشبعا منذ الصغر على مستوى التنشئة وعلى مستوى بيئة المنشأ. تمام. بأساسيات وقيم البيئة. إذن يجب أن يكون التعاطي مع البيئة ومع التوازنات البيئية ومع كل مجال من تغيرات مناخية وتدبير النفايات وتسمين طاقي واقتصاد أخضر وحكمة إيكولوجية وتشريع بيئي أن يكون نابعا من أساس مرجعي ألا وهو التنشئة البيئية السليمة. التنشئة البيئية السليمة كما قلت ليست رهينة تشريعات أو مواثيق دولية أو وطنية أو دستورية، التشريعات تأتي فقط كإطار منظم ومكمل
لكن تبقى التربية هي الأساس. التربية تبقى مسؤولية المدرسة والأسرة والإعلام والفاعل الحكومي والفاعل الجمعوي، إذن فهي مسؤولية مشتركة. وهنا يجب التأكيد على مسألة قمنا بها إجرائيا في مجموعتنا في إطار البرنامج الوطني المعتمد التربية الإيكولوجية التنشئة برؤية جيل المستقبل، هو أنه قمنا بالعديد من الزيارات الميدانية لمراكز دولية على أعلى مستوى، منها أحد المراكز الكبرى على مستوى إفريقيا لتدبير نفايات التأمين الطاقي، وكانت فرحة الأطفال كبرى لدرجة أنك لمست في أن العديد من الأطفال عبروا على أنهم يطمحون إلى العمل في هذا المجال، وسألوا عن هنا أن هناك تخصصات في هذا المجال، وقمنا بدورة تكوينية خاصة بالتخصصات العلمية بعد البكالوريا في مجال الطاقة المتجددة وفي النفايات، وهو ما يعطي ليس فقط تربية بيئية ولكن فتح آفاق مستقبلية لتطوير أجيال مكونة علميا وأكاديميا قادرة على حمل المشعل الذي مشى فيه المغرب 2009 من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة. جيد أستاذ اللبابة، يعني بدأنا نسمع بالتربية على التنمية المستدامة، ما هي علاقتها بالتربية والوعي البيئي برأيك؟ طبعا أن التربية على السلوكيات أو القيم التي تحسن من تعامل الأجيال الحالية مع الموارد من أجل الحفاظ عليها الأكثر قادمة، هي تدخل في رهان التنمية المستدامة، وأعتبرها يعني تحدي أساسي لترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحقيقها. لذا فإن التربية الناشئة على السلوكيات وكيفية التعامل مع الموارد واستحضار مشكل التغيرات المناخية والأنزلتين كانت راجعة إلى تدخلات إنسانية والأنشطة الإنسانية الاقتصادية، إذا فعلا واحد وليدة واحد تحدي أساسي اللي هو تحقيق مبادئ التنمية المستدامة. طيب أستاذ طاهر، هل يمكن لنا أن نعطي بعض النماذج ربما في بلدنا قد نجحت في جعل التربية البيئية رهان للتنمية المستدامة، ما دون نتحدث عن هذه الرهانات للتنمية المستدامة؟ أولا حتى عقدين من الزمن من الماضي كان مفهوم التربية يرتبط فقط بجمع النفايات أمام المنزل، حفاظ على نظافة المنزل، وعلى أكبر تحدي وأكبر رؤية الاحتفال بعيد الشجرة. إذن كان ارتباط بالبيئة ارتباط نمطي لا يرقى إلى عمق مفاهيم البيئة. صح. اليوم يجب على نقطة مهمة، المغرب وصل إلى مرحلة إقرار مجموعة من التخصصات العلمية الوازنة التي يشهد بها العالم وأصبحت رائدة خاصة على المستوى العربي والإفريقي، وأذكر هنا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببن غرير التي أصبحت تتوفر على مختبرين، وخاصة مختبر مهم في سلك الماستر والدكتوراه، وهو متخصص في الزراعة الذكية، وهي من أهم المجالات المرتبطة بالبيئة. وعندما نتحدث عن الزراعة الذكية فنتحدث عن إنتاج بذور مكافحة للطفيليات ومختلف الحشرات المضرة بالزراعة، وبذور هي نفسها بذور تتعامل مع الإجهاد المائي باقتصاد أكبر. نقطة أريد أن أؤكد عليها هنا أن مثل هذه التخصصات، وهناك تخصص آخر متمثل في الطاقات المتجددة، يعطينا الرؤية المغربية التي ذهبت أبعد من ضرورة الحفاظ على التوازنات البيئية في بعدها كلاسيكي إلى ضرورة إقرار تخصصات لتكوين رأس مال بشري قادر على حمل. طيب أنت كإعلامي أستاذ عبد العلي الطاهري، أي موقع يعني ربما تأخذه التربية الأيكولوجية اليوم في المشهد الإعلامي الوطني كخبير في الإعلام ولك ارتباط أيضا بالتربية البيئية؟ مرحبا، هنا لا يمكن أن نتحدث عن الإعلام بتلك الصيغة الكلاسيكية أنه يجب أن يقوم بالتوعية. تجاوزنا مرحلة التوعية إلى مرحلة التثقيف. جيد. والتثقيف هنا نتبناه نحن في إطار برامجنا وفي إطار برنامج أيضا موازي للبرنامج الذي ذكرته، وهو الإعلام الإيكولوجي إيكولوجي ميديا. هذا البرنامج يهدف في أحد محاوره التي تعنون بالصحفي الصغير على تكوين الأطفال خاصة
التلاميذ في سلك الابتدائي والإعدادي على مستوى التعاطي مع المسألة البيئية ليس من باب التوعية فقط، ولكن ضرورة الإقرار بأن مسألة البيئة هي حق إنساني. إذا كنا نتحدث دائما عن ثلاث حقوق أساسية ألا وهي الحق في الصحة، نعم، الحق في التعليم، فسيد الحقوق التي يجب أن يتبناها هذا الطفل وهذا التلميذ هو الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، ولا يمكن أن يتشبع هذا الطفل بهذه الأفكار إلا إذا كانت تكونت له قناعة ناتجة عن بيئة ملائمة، بيئة مدرسية، بيئة أسرية تؤمن بهذه القناعات. إذن الإعلام، وقلت في إطار هذا البرنامج الإعلام الإيكولوجي الذي تبنت مجموعة هنا، نعم، عملنا ولازلنا على تكوين مجموعة من الصحفيات والصحفيين في إطار دورات ثانوية للخروج بنخبة متخصصة إعلامية متخصصة في الشأن البيئي، لأن الشأن البيئي يتحدث عن تخصص علمي، فلا يمكن للصحفي أن يكتب مقال أو مادة إعلامية في تدبير النفايات أو التأمين الطاقي أو الحكمة الإيكولوجية أو الاقتصاد الأخضر دون أن يمتلك الأدوات أو الأساسيات. من الضروري أن تكون لديه خلفية ثقافية في هذا المجال، خلفية ثقافية بيئية بطبيعة الحال. أستاذة لبابة، يعني أنت كفاعلة مدنية مهتمة بقضايا التربية البيئية، أي دور للمجتمع المدني اليوم يعني أن يلعبه كتحدي راهني؟ طبعا المجتمع المدني الذي يلعب دور كبير إلى جانب المسؤولية للمواطن أولا. نلاحظ صراحة أن التوعية أو التوعية اللي تكون مثلا غير كافية فعلا للناشئة اللي طالع، ولكن اللي يتمثل مثلا كمجتمع مدني حاضرين مع التلاميذ حاضرين في المدارس، كتحس بأن رسالات البيئية والمحافظة على البيئة تكون عندها واحد مردودية في الأفعال السلوكيات ديال التلاميذ والناشئة على المدى البعيد. وهذا الشيء اللي كنستحضر هو أن نقرر مثلا في المدارس الإيكولوجية تخصص مؤسسة محمد السادس للبيئة، لكي يكون كذلك الهدف ديالها هو الاشتغال مع الناشئة من سن 4 سنوات إلى 12 سنة على مجموعة من المواضيع لأهمها الماء، وكذلك روح التنافس من أجل السلوكيات، من أجل نيل في الأخير بشارة ديال اللواء الأخر. تمام. طيب في نظرك كيف يمكن تطوير الإعلام الأيكولوجي بالمغرب؟ يعني تحدثت قبل قليل مع أستاذ طاهري عن هذه النقطة بالذات، كيف يمكن تطوير الإعلام الأيكولوجي ببلدنا والذي يخدم بطبيعة الحال هذه القضية اللي هي راهنية؟ بالنسبة للإعلام الأيكولوجي، نحن كمجتمع مدني نشتغل مع أو مع الطلبة على كبسولات أو فيديوهات تكون على وسائل طبعا التواصل الاجتماعي من أجل هدفها أو على التي تتحدث على كيفية المحافظة على البيئة، كيفية التغيير لسلوكياتنا من أجل مستقبل أفضل. إذا نحن نشتغل في إطار التوعية الإعلامية، نشتغل في الأغلب على كبسولات وفيديوهات من أجل تحسين التوعية بأهمية المحافظة على البيئة. طيب أنتقل للأستاذ طاهري، كيف يمكن أن نضمن انخراط المواطنات والمواطنين في برامج التربية البيئية على مستوى المدارس، البيوت والإعلام، يعني بهذه المقاربات كلها؟ أولا عندما نتحدث عن وعي في بعده الفلسفي ليست هناك ضمانات، يجب أن تكون هناك قناعات في البدء. إذن المسألة كما قال ماكس فيبر في ترجمة أن بيئة المنشأ تحدد المسارات. صحيح. يعني بيئة المنشأ اللي تحدد القناعات، تحدد الوعي، تكون ثقافة ما، وبالتالي تكون فكر وتوجه. هنا يجب استحضار تجربة رائدة تبناها المغرب الدولية وهي المتعلقة بالمدارس الإيكولوجية. نعم. ويجب التأكيد على أن المدارس الإيكولوجية هو برنامج دولي صممته وأطلقته مؤسسة التربية البيئية، ويشمل 5000 مدرسة، أقول 5000 مدرسة على مستوى 76. وهنا صراحة ندين بالشكر لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي قامت بإدخال هذا البرنامج الدولي للمغرب، وذلك سنة 2006، وهو برنامج استغل الفرصة للحديث عنه لأنه مهم وله دور كبير على مستوى خلق تربية وتنشئة سليمة وخدمة الأهداف التربوية في هذا المجال. أن
البرنامج الذي أدخلته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة سنة 2006 يستهدف التلميذات والتلاميذ من الفئة العمرية ما بين 4 سنوات و 12 سنة من خلال منهجية بيئية علمية في بعدها النظري والتطبيقي. وتسبق المدارس الإيكولوجية هي آلية بيداغوجية ترمي إلى تحويل فئة الأطفال الصغار إلى كما نقول جيل مستقبلي قادر على البيئة بجميع تخصصاتها. وكما أؤكد دائما الحديث عن البيئة وعن المواضيع البيئية يجب أن يخرج من منطقة الراحة وهي منطقة الطرف الفكري ومنطقة تزيين البرامج الانتخابية ومنطقة زين البرامج المرتبطة بالأنشطة الجمعوية إلى الإيمان على أنه مستقبل الأجيال مستقبل الأرض. نرى الآن سأعود لهذه النقطة معك أستاذ طاهري وربما هي اللي غادي نختم بها هذه الحلقة. أستاذ اللبابة يعني كما قلت سنختم بالتحدي الكبير في هذه الحلقة، كيف تصبح التربية الأيكولوجية ضمانة لترسيخ هذه القيم المجتمعية أيضا للحفاظ على التوازنات البيئية، نجمع ما بين الاثنين؟ من أجل يعني التربية البيئية هي في الأساس لها تحدي كبير لتغيير السلوكيات ديال الناشئة الصاعدة الآن، يعني في حد ذاته هي تعتبر ضمان من أجل محافظة على البيئة، محافظة على المناخ، من أجل تحقيق المبادئ ديال التنمية المستدامة في المستقبل القادم، وكذلك رهان الاستمرارية للتوعية، التوعية الدائمة في المؤسسة التعليمية مع الناشئة. يمكن أن يكون هناك سلوكيات متغيرة على السلوكيات التي كانت قبل، كذلك يمكن أن يكون ترافع من طرف التلاميذ، من طرف الطلبة، من أجل المطالبة من تحقيق الأهداف أو الأهداف البيئية، وكذلك ترافع بضرورة تغيير سلوكنا من أجل مستقبل أفضل لهم. جيد، نفس النقطة معكم أستاذ طاهري سنختم بها بطبيعة الحال، واللي هذه النقطة هي محور هذا التحدي. كيف يمكننا أن نجعل من التربية الأيكولوجية ضمانة لتثبيت وترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية وبالتالي نحافظ على عديد من التوازنات البيئية؟ ولن يجب التأكيد على مسألة جد مهمة، هو أن إدماج الطفل في المنظومة البيئية بدأ بالنسبة للمغرب انطلاقا من القرارات الدراسية. وهنا يجب التأكيد على أن الفاعل الحكومي المرتبط بالتربية الوطنية وبالتعليم بشكل عام أدمج البيئة وبشكل جوهري وعلمي يشكر عليه في المقررات الدراسية، لكن هذه المسألة لا تكفي. أنا أريد أن أؤكد على نقطة، يجب على الأسر بدورها أن تنخرط في مسألة الوعي البيئي. إذا كانت هذه الأسر تمتلك قدرا من التعليم والتعلم فهذا محمود، إذا كانت أسرة يعني مستوى تعلمي بسيط فهذا لا يمنع. وهنا تبقى مسؤولية الفاعل الجمعوي والفاعل الحكومي. لماذا الفاعل الحكومي؟ هناك جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، أقترح أن يتم تنظيم تظاهرات بحضور الأولياء والتلاميذ يعني وأبنائهم وبناتهم على مستوى التعليمية وتنظيم تظاهرات. وهنا نحقق هدفين، هدف زيادة ترسيخ الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى الطفل، والتثقيف بالنظير للآباء والأولياء الذين ليست لهم أساسيات، وهنا التثقيف بالنظير من خلال أطفالهم. نقطة أخرى أريد أن أؤكد عليها، وهذا يجب أن يكون مقترح مغربي، والمغرب الحمد لله سباق على مستوى المقترحات المرتبطة بالشأن الإيكولوجي في القمم المناخية. نلاحظ أن هناك مشاركة للحكومات، للمجتمع المدني، للإعلام، لكن نقترح أن تكون هناك كوتا مخصصة للأطفال الذين يمثلوا بلدانهم، وكما قالت الأستاذة لبابة يرافعون ويدافعون، ومن هنا ينخرطون في الشأن البيئي كمدافعين على كل التوجهات الإيكولوجية وعلى الحق الإنساني الإيكولوجي، ونضمن تكوين رأس مال بشري مكون علميا وأكاديميا وتقنيا وبدرجة أكبر مكون أخلاقيا
ثانيا في تعاطيه مع البيئة. أتمنى تصل كل هذه الاقتراحات وهذه التوصيات للمسؤولين في هذا القطاع. إلى هنا أصل معكم إلى ختام هذا التحدي، شكرا جزيلا للأستاذ عبد العلي الطاهري، شكرا نورتنا بكل هذه الإضاءات، مرحبا. شكرا أيضا للسيدة لبابة الخراز العالمي، شكرا على كل ما تفضلت به. مشاهدينا ألقاكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي.